أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: لقد بنيت عمارة وأعددتها للإيجار، هل يلزمني أن أشترط على المستأجرين عدم تركيب الدش على سطح العمارة؟ وهل أكون آثما إذا لم أشترط ذلك وقام المستأجر بتركيب الدش؟ نعم، إذا اشترطت صار لك سلطان عليه، حجة عليه. إذا لم يفي بالشرط ولم يلتزم بالشرط صار لك حجة عليه إنك تخرجه من المكان، تطلعه من المكان. أما إذا لم تشترط عليه فربما أنه يحتج عليك ويقول: أنا باقي لي مدة وأنا مستأجر. فاشترط عليه عند العقد إنه ما يضع فيها دش. نعم.